الأستاذ رياض الصيداوي، مدير ومؤسس مركز الوطن العربي للأبحاث والنشر، معنا الآن من جنيف. الأستاذ رياض، يعني طبعا هناك دفء العلاقات الأمريكية الإيرانية، هل وصل هذا الدفء إلى نقطة اللارجوع؟ طبعا نحن أمام موضوع يدوم من حوالي 10 سنوات ونحن في نفس الموضوع في جنيف، أي النووي الإيراني. أهم شيء أنه في الأشهر السابقة حدثت مفاوضات تقريبا سرية ولقاءات سرية وشبه سرية في عمان، أشرفت عليها سلطنة عمان بين إيران وواشنطن. اليوم هو لقاء مباشر، هذا ما يميز هذا اللقاء عن بقية اللقاءات، هو لقاء مباشر ولكنه يهيئ للقاء قادم سيحدث بين مجموعة 5+1 ومن جهة وإيران من جهة أخرى، أين؟ في فيينا، بين يوم 16 جوان و20 جوان القادم. إذن ثم نوع من الاتفاق على أساس أن نتجنب الصدام الكبير، نتجنب الصدام العسكري. من جهة واشنطن تقول أن من يحكم إيران اليوم السيد روحاني هو الشق المعتدل في الثورة الإسلامية الإيرانية، وفي طهران أيضا يقولون أن من يحكم واشنطن البيت الأبيض اليوم هو الحزب الديمقراطي الذي يتجنب عادة الصراعات العسكرية والمغامرات العسكرية والحروب. إذن هذه النقطة المشتركة. ثم استعداد طبعا من إيران بأن تخفض بكثير في تخصيب اليورانيوم من أجل رفع العقوبات، لأن العقوبات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية أرهقت الاقتصاد والمجتمع الإيراني. لنفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن تطفئ أكثر ما يمكن من حرائق في الشرق الأوسط باعتبار أن المنطقة في حالة توتر سياسي كبير جدا، وطبعا كل شيء مربوط بعضه من سوريا إلى لبنان إلى العراق إلى إيران. نعم أستاذ رياض الصيداوي، كنت معنا من جنيف، شكرا لك على هذه التوضيحات. وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تركيا في زيارة دولة نادرة، تناول الكلمة مع نظيره التركي عبد الله جول، وقال إن هدف البلدين هو ضمان الاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. غلب على هذه الزيارة الطابع الاقتصادي على حساب الملف السوري المختلف.